الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. حياكم الله إخوان وأخوات في هذه الحلقة الجديدة إن شاء الله تعالى، الخاصة بأعراض الإصابات. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن إصابة البيوت، ما هي المؤشرات أو ما هي العلامات التي تظهر في البيوت المسحورة والبيوت المحسودة والبيوت التي فيها أذية من الجان والشياطين. أول علامة وهي احتراق المصابيح، يعني بشكل يعني متتالي دائما يتم إصلاح المصابيح ثم تحترق مجددا، لأن الضوء والإنارة يزعج العوارض أي الجن والشياطين. هذا بالنسبة للمؤشر الأول. المؤشر الثاني هو الشعور بالاختناق والخوف عند دخول البيت، أو يكون كراهية للبيت، لما يكون الشخص يعني خارج البيت يكون في راحة وطمأنينة وسكينة، لكن لما يأتي إلى البيت فيضيق عليه الصدر ويختنق، ومنهم من يبكي عندما يدخل البيت. هذا بالنسبة للمؤشر الثاني. الثالث وهو كثرة الخلافات والنزاعات في البيوت، يعني بين الوالدين والأولاد مثلا، وبين الإخوة والأخوات فيما بينهم، وبين الأزواج مثلا كثرة الخصام بأتفه الأسباب يكون خصام. ثم خارج يعني خارج البيت يكونون في توافق وفي تآلف، لما يأتون إلى البيت تزداد المشاكل، يعني حتى يأتي يعني يتم التفريق بين هذه الأعراض. مثلا لما يكون الإخوة مثلا مجتمعين في البيت، يعني البيت المصاب، يكون نزاع، لكن إذا خرجوا من البيت وذهبوا إلى مكان آخر يتآلفون يتحابون، يعني لا تكون تذكر تلك الأعراض التي كانت في البيت، حتى يتم التفريق بين إصابة البيت وخارج البيت. المؤشر الرابع هو صعوبة نظافة البيت. أشتكي بعض الأخوات وبعض الإخوة مثلا من صعوبة تنظيف البيت، ينظفوا البيت ثم بعد دقائق يرجع الوضع إلى الذي كان عليه قبل تنظيفه، يعني يتسخ بسرعة. رابع شيء أو خامس شيء هو قلة الضيوف. قلما يأتي الضيوف إلى البيت المسحور والمحسود أو به أذية من الجان والشياطين، حتى إذا أتوا ودخلوا المكان يشعرون بضيق وعدم راحة في البيت فلا يرجعون أبدا. وحتى منهم من يذكر ذلك لأصحاب البيت، يقول لهم لما جئت رأيت أحلام، أتتني كوابيس، لم أنم براحة، فينفر من ذلك البيت ولا يعود. سادس شيء وهو ظهور الحشرات في البيت، مثلا النمل، الصراصير، الذباب، الفئران، بشكل يعني غير طبيعي. حتى ولو استعمل الناس مبيدات لا تذهب، حتى يعني بعض الحشرات تأتي في غير وقتها. سابع شيء وهو اختفاء الأشياء، مثلا تضع هاتف هنا فلا تجده في ذلك المكان، أو سرقة المال، يعني يكون اختفاء المال في البيت. ثامن شيء وهو كثرة الخيالات، يعني ساكني البيت يرون خيالات مثلا في البيت، ومنهم يسمع أصوات منادات، ومنهم يسمع كأن هناك طرق أبواب، كأن هناك مثلا كأنهم يسمعون أثر النعال فوق سقف البيت، كأن أحد يمشي فوق سقف البيت. هذه يعني من بين أهم لا 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 الأشياء التي تدل على وجود السحر أو الحسد أو أذية شيطانية في البيت. فإذا كانت هذه الأمور، لا بد من تنظيف البيت وتحصينه والبحث عن السحر إن كان فيه. حتى يعني أضع لكم إن شاء الله تعالى رابطا لكيفية تحصين البيت وتنظيفه من هذه الشرور،
ستجد إن شاء الله تعالى رابط البرنامج في صندوق الوصف أو في أول تعليق، ستجد إن شاء الله تعالى طريقة تحسين البيت وتنظيفه من هذه الشرور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.